الكرام لضيفي السفير هاني خلاف مندوب مصر الأسبق لدى الجامعة العربية، وكان الحديث قبل الوقفة الإخبارية عن الملف الليبي تحديدا. فكرة هذه الجدلية ما بين يعني قطاع من الشارع الليبي وتقبله لما تم التوافق عليه من المجتمع الدولي ممثلا في جهود مارتن كوبلر وما رشح عنها سواء فيما يتعلق بالحكومة أو بغيرها، إلى أي مدى يعتبر هذا عائق حقيقي في الملف الليبي؟ هو زي ما حضرتك ملاحظة أنه اتفق الأطراف كلها بما فيها المشارقة ويعني أهل الشرق الليبي وأهل الغرب الليبي والجنوب في الصهيرات على اتفاق سياسي واضح المعالم، تنشأ بمقتضاه مجلس رئاسي ثم ينشأ به حكومة وفاق وطني. لما اتفقوا على الجميع وكاد الجميع يعني يسلم بوجود هذا المجلس وهذا الكيان الجديد لإدارة الحياة الليبية، ولكن لما اقترح السيد فايز السراج تشكيلة الحكومة الوفاق الوطني كان هناك اعتراض من جانب بعض النواب الليبيين الموجودين في مجلس النواب المعترف به دوليا أيضا والموجود في طبرق، وبالتالي المسألة النهاردة هو انتظار لإعادة تشكيل المجموعة الوزارية الجديدة، وأنا أعتقد أنه جاري العمل عليها حتى بعد استئناف بعض المقاطعين من أعضاء المجلس النيابي سابقا، بدأوا يستأنفوا حضورهم ويباشروا أدوارهم ويتواصلوا مع السيد فايز السراج دلوقتي في تونس، وعلى وشك إظهار حكومة جديدة تقوم بحكم كل ليبيا. لن يتبقى بعد ذلك سوى محاربة الميليشيات المسلحة اللي بتحمل دعاوى تكفيرية وهويات مختلفة فيها قضايا جديدة على الشأن الليبي، هو دول اللي هيتفقوا جميعا كيف يواجهونه، وهنا بقى تبتدي التحدي الحقيقي. لذلك الملف الليبي في تقديري وبأيد فيه السيد أحمد أبو الغيط هو الملفات من الملفات الجاهزة لأن احنا ننجز فيها شيء خلال الشهور أو الأسابيع القادمة لو استمرت الأمور على ما هي عليه. طبعا هناك تدخل أمريكي خفي بيدعم قوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي في محاربتها ومطاردتها لفلول داعش في سرت، وهناك أيضا احتياج رئيسي لدى مصر ولدى كل الليبيين لتشكيل جيش وطني واحد بقيادة واحدة. قد يختلف البعض على شخص هذه القيادة، ولكن المطلوب ان احنا يعني ننزع سلاح الميليشيات المتعددة والمتوزعة في أنحاء ليبيا أو ندخلها كلها ضمن الجيش الليبي تاني بعد إعادة تأهيل، وهنا هتبقى ليبيا بدأت الطريق إلى توحيد وتركيز الهدف هو في محاربة الإرهاب. أما الآن فهناك توازي في العمل، عمل لبناء شرعية وعمل من أجل مكافحة الإرهاب، وكل واحد بيفسر الإرهاب من زاويته، وبالتالي كانت معطلة المسألة يعني إنجاز فكرة توحيد المفاهيم في هذا الشأن، كانت معطلة إنجاز شيء ملموس في ليبيا خلال الشهرين الثلاثة اللي فاتوا. أما الآن بعد تشكيل الحكومة الوفاق الجديدة واتفاق على أعضائها هيكون الأمل كبير أن مجلس النواب يقرها ويصبح هناك مجلس نواب معتمد وهناك مجلس رئاسي معتمد وحكومة وفاق وطني من أطراف يتفق عليها جميعا، ويمكن ساعتها رسم استراتيجية أو تكتيك خاص بمحاربة التنظيمات الإرهابية. طيب ربطا بالحديث عن التحرك العربي، سواء في حضرتك بتذكره من أنه الطريق الليبي يبدو ممهدا بصورة أكثر من الطرق الأخرى في الملفات الأخرى، وربطا بالأحدث وهو هذا المقترح التونسي بإرسال وفد من الجامعة إلى ليبيا، ما هي التحركات التي يمكن أو المسارات التي يمكن العمل بها اللجنة دي. سواء هذه اللجنة أو غيرها بقى على مستوى الجامعة ككل؟ الجامعة العربية تستطيع أن تقدم كمجموع عربي جماعي أو اللجنة نفسها لما تشكل تستطيع أن تقدم شيئا ذا بال في مسألة إعادة رسم خريطة المؤسسات الحكومية الليبية، يعني تنصح الأشقاء الليبيين بأشياء قد يكون بعضهم غافل عنها حتى الآن، إعادة تشكيل مؤسسات الحكم في ليبيا، مش مجلس النواب والمجلس الرئاسي وما اتفق عليه في الصحيرات، مؤسسات الدولة التي بقى تقيم تفاصيل الحياة أهو كده بما فيها
كيفية تأهيل الجيش الوطني الليبي. ممكن يكون عاوز سلاح، يكون عاوز تدريب، يكون عاوز إعادة تمركز أو انتشار، يكون عايز آلية لجمع السلاح من الأطراف الموزعة عليها السلاح حتى الآن، ضمانات لعدم ملاحقة بعض الأطراف جنائيا أو غيره. كل دي يمكن أن يقدمها. أستاذ حضرتك بس نذهب مباشرة لمقر الجامعة العربية نتابع هذه الجلسة. أحمد مرغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. السيدات والسادة الحضور الكرام، اسمحوا لي في ختام أعمال الدورة 45 بعد الماء لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أن أعرب عن خالص الشكر لكم جميعا على ما أبديتموه من تعاون كبير خلال فترة رئاسة مملكة البحرين للمجلس، كما أعرب عن تقديري البالغ لدور الأمانة العامة وجهودها المثمرة والبناءة بقيادة أخي معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي أجدد له التهنئة الخالصة بتبوئه هذا المنصب الرفيع، وكلنا ثقة بأنه وبما يحمله من خبرة دبلوماسية عريضة وحنكة سياسية وإدارية عالية قادر بعون الله تعالى على مواصلة تطوير آليات عمل الجامعة العربية وتعزيز تعاوننا وعملنا العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ أمتنا، وفي ظل ما نواجهه من تحديات عديدة تتطلب منا مراجعة جادة للمواقف والقرارات وصياغة سياسات فاعلة ووضع خطط واستراتيجيات شاملة قائمة على إيماننا بوحدة الأهداف والمصالح والمصير المشترك، وتعزز من تكاتفنا وتلاحمنا لنتحمل معا مسؤوليتنا القومية ونحل قضايانا كافة داخل النطاق العربي بما يحمي دولنا ويعزز أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات الشعوب العربية بمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا. مستذكرين بعظيم الشكر والعرفان الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها معالي الأخ الدكتور نبيل العربي في قيادة الأمانة العامة خلال الفترة الماضية، معربين عن تمنياتنا الصادقة له بكل التوفيق والسداد ودوام الصحة والسعادة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حرصت مملكة البحرين خلال ترأسها للدورة 145 على بذل كل جهد من شأنه الإسهام في تحقيق تلك الأهداف السامية، حيث بدأت أعمال هذه الدورة بخطوة مهمة من خلال توافقنا جميعا على اختيار معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وشهدت انعقاد القمة العربية 27 قمة الأمل التي استضافتها بكل اقتدار مدينة نواكشوط، معربين عن شكرنا وتقديرنا للجمهورية الإسلامية الموريتانية بقيادة فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وللجهود التي بذلها معالي الأخ أسل كولد أحمد أزيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون لإنجاح هذه القمة التي خرجت بقرارات حاسمة تصب في تعزيز عملنا المشترك وترسيخ التضامن العربي العربي وتطوير العلاقات العربية بالدول الصديقة والتجمعات الدولية الأخرى، كما عقدت العديد من الاجتماعات في إطار متابعتنا وتفاعلنا مع كافة القضايا والمستجدات. ومن أهمها الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة الأوضاع في كل من اليمن وليبيا، وعقد لأول مرة اجتماعا تشاوريا للمندوبين الدائمين لدى الجامعة مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك بمبادرة كريمة من جمهورية مصر العربية تبادل خلاله الجانبان الرؤى حول قضايا فلسطين والصومال وليبيا والهجرة واللاجئين. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، نأمل أن تتواصل المساعي الإقليمية والدولية لحل القضية الفلسطينية، وأن تشهد المزيد من الحراك للضغط على الجانب الإسرائيلي
لوقف التعنت المستمر المتمثل في زيادة وتيرة الاستيطان والحصار والاعتداءات المتكررة على حرمة المسجد الأقصى، لنخرج من حالة الجمود الراهنة ولتتهيأ الفرصة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادا لمبادرة السلام العربية وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مقدرين الدور الهام الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في هذا الشأن. أما في سوريا فإن ألمنا يزداد يوما بعد يوم على ما يعيشه الشعب السوري الشقيق من حالة مأساوية ومحنة كبرى في داخل أراضيه وخارجها، مشددين على ضرورة مواصلة العمل لتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق السورية وإلى الدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين، ونؤكد على أهمية الاتصالات والتنسيق المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، فذلك هو الطريق الصحيح والسليم للوصول إلى حل سياسي وسلمي للأزمة السورية في المحافل الدولية وعلى الأراضي السورية، وإبعاد بعض التدخلات الإقليمية التي قد تؤثر سلبا على كافة الجهود الساعية إلى إنهاء هذه الأزمة والحفاظ على وحدة الأراضي السورية بكامل حدودها، مؤكدين على الدور المحوري والهام لجامعة الدول العربية في حل هذه الأزمة. وفيما يتعلق بالوضع في الجمهورية اليمنية فإننا نعرب عن أسفنا لعدم التوصل إلى اتفاق خلال جولة المشاورات التي عقدت برعاية الأمم المتحدة واستضافتها مشكورة دولة الكويت، معربين عن إدانتنا الشديدة للخطوات التي اتخذتها القوى الانقلابية في اليمن التي من شأنها أن تزيد الوضع تأزما، مؤكدين التزامنا بواجبنا في المشاركة ضمن التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن حتى تتمكن الحكومة الشرعية من بسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي اليمنية وتفعيل دور مؤسساتها الوطنية ووقف التدخلات الخارجية بما يضمن عودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والوصول إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 22/16. وبشأن الوضع في ليبيا فإننا نؤكد حرصنا على أمن واستقرار وحدة دولة ليبيا، ونتطلع إلى أن تلقى حكومة الوفاق الوطني الدعم من كافة الأطراف السياسية والحصول على موافقة مجلس النواب الليبي، آملين أن تتوحد جميع الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية وبناء الدولة الليبية الحديثة وإعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الجماعات الإرهابية التي تعيش في ليبيا الشقيقة. صدد نؤكد بأننا جميعا نشترك في تحدي مواجهة الإرهاب وتداعياته بما يحتم جماعية حاسمة من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية وتجفيف من أعمالها البغية تبث الفتن الطائفية. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى إقامة علاقات طبيعية مع إيران قائمة على الالتزام بمبادئ حسن الجوار والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، فإننا نطالب إيران بالوقف الفوري لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية والكف عن الممارسات التي تمس أمننا القومي، مؤكدين استنكارنا الشديد لمحاولات إيران وسعيها لتسييس موسم الحج من خلال التصريحات العدائية المتكررة من كبار المسؤولين الإيرانيين، مشيدين بالجهود العظيمة والحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه في رعاية حجاج بيت الله الحرام
وتوفير كافة السبل لإنجاح موسم الحج انطلاق ومسؤوليتها في خدمة الحرمين الشريفين والدولة الإسلامية جمعاء. كما نشدد على ضرورة انهاء إيران لاحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام، لا يسعني في الختام إلا أن أكرر لكم شكري وتقديري، وأن أعرب عن تهنئتي الخالصة لكم وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى العلي لنا جميعا لما فيه الخير لدولنا وشعوبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن يسعدني أن أدعو أخي العزيز معالي السيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية الشقيقة لاستلام رئاسة الدورة 146 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مؤكدا دعمنا الكامل له ولجهوده التي ستسهم بلا شك في تعزيز العمل العربي المشترك. وادعو المولى عز وجل لمعاليه بالتوفيق والنجاح، وللجمهورية التونسية وشعبها الشقيق بدوام الرفعة والتقدم والازدهار. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن إذن على بركة الله افتتاح أعمال الدورة العادية 146 مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. أصحاب السمو والمعالي الإخوة الوزراء، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود، السيدات والسادة الحضور الكرام، يطيب لي في البداية أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لأخي معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة على رئاسته الموفقة للدورة السابقة لمجلس الجامعة، وما بذله من جهود قيمة ساعدت على توصل اجتماعاتنا إلى قرارات ونتائج كان لها الأثر البارز على العمل العربي المشترك. في الظرفية الدقيقة والاستثنائية التي تعيشها المنطقة العربية، كما نجدد تمنياتنا بالتوفيق والسداد لمعالي السيد أحمد أبو الغيط في مهام الأمانة العامة للجامعة، ونحن على ثقة أنه سيضطلع بها بكل اقتدار بفضل ما يتميز به من تجربة دبلوماسية ثرية وحنكة سياسية كبيرة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، تتولى تونس رئاسة أعمال الدورة 146 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في أوضاع دقيقة علينا جميعا، وهي تستوجب تضافر جهودنا وإحكام التشاور والتنسيق بيننا والارتقاء بتعاوننا وتعاطينا مع مختلف القضايا والأزمات التي تهم منطقتنا إلى مستوى التحديات الجسام
والتهديدات الكبيرة المنجرة عنها، والتي باتت تحدق بأمننا واستقرارنا وبمسارات التنمية، تؤثر على مصالحنا وعلى مكانتنا على ساحتين الإقليمية والدولية. وبقدر وعينا بأن انتشال المنطقة العربية من هذه الوضعية الصعبة التي تردت فيها منذ سنوات بسبب تكاثر بؤر التوتر واستمرار الأزمات والنزاعات واستفحال خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، مع تراجع نسق التعاون البيني ونسب النمو الاقتصادي ببعض بلداننا، بات ضرورة حيوية وملحة لا تنتظر التأجيل. فأننا نعتقد جازمين بأننا قادرون على ذلك بفضل ما يحدون من إرادة صادقة وإيمان عميق بوحدة مسيرنا. فلا خيار لنا غير مضاعفة الجهود وتعزيز العمل المشترك المنسق ونبذ كل أسباب الفرقة والخلاف وتثمين نقاط القوة في أمتنا والتركيز على القيم السامية والمصالح العليا التي تجمعنا، خدمة لأمننا القومي ودعما لقضايانا المصيرية وتحقيقا لتطلعات شعوبنا في الأمن والازدهار والرفاه. إن خدمة قضايا الأمة العربية وتعزيز التضامن العربي يعدان من الثوابت الأساسية في سياستنا الخارجية. وقد قدمت تونس دوما إسهامات نشيطة في المساعدة على تنقية الأجواء وتوطيد عرى التعاون والتكامل بين الدول العربية على أساس التفاهم والوفاق، وبما يضمن الحفاظ على وحدة الصف مهما اشتدت الأزمات وعظمت التحديات. ومن هذا المنطلق فإن تونس عاقدة العزم من خلال توليها رئاسة هذه الدورة على العمل بالتعاون مع كل الدول العربية الشقيقة والأمانة العامة على الدفع باتجاه المساهمة في تحقيق هذه الأهداف والمشاركة في إضفاء مزيد من النجاعة على تحركاتنا في معالجة قضايانا ودفع مسارات التسوية السياسية للأزمات القائمة واستعادة الدور العربي وزمام المبادرة في ذلك. كما سيكون تطوير جامعة الدول العربية ومختلف أجهزتها ودفع التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلداننا من أهم الملفات التي سنعمل على معالجتها سويا باعتبار أهميتها الكبيرة في تجسيد تطلعات شعوبنا واستعادة ثقتها في النظام العربي المشترك. وسنحرص على أن تسود اجتماعاتنا روح التوافق والتفاهم، كما سنعمل على أن نكون دوما قوة اقتراح إيجابية مع استعدادنا الكامل للتجاوب عن المقترحات والمبادرات البناءة وكل ما من شأنه خدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الموقف العربي إقليميا ودوليا. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، يظل التزامنا بنصرة القضية الفلسطينية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق في أعلى سلم أولوياتنا، وحاضرا في كل تحركاتنا على المستويين الإقليمي والدولي، فقد طال أمدها وتعمقت معاناة أشقائنا الفلسطينيين مع استمرار الممارسات اليومية للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه المقدسات الدينية في القدس الشريف وإقامة المزيد من المستوطنات والأمعان في الاستهتار بكل قرارات الشرعية الدولية في ظل صمت غير مبرر ومتواصل للمجتمع الدولي لا سيما الأطراف الفاعلة فيه. إن إعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة ويفضي إلى قامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، فإننا وبقدر ما ندعم المبادرة الفرنسية ومختلف المبادرات والجهود الرامية إلى أحياء مسيرة السلام على أساس المرجعيات المعروفة، سنحرص في إطار رئاسة تونس لهذه الدورة على العمل من أجل تجاوز حالة الجمود الراهنة
ودفع ملف العملية السلمية بالتعاون مع البلدان العربية الشقيقة والأمانة العامة للجامعة، وبالتنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل تأكيد الموقف العربي الثابت في هذا الشأن، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن ما تشهده المنطقة العربية منذ سنوات من أزمات ونزاعات باتت تهدد كيان الدولة وتماسك المجتمع في عدد من البلدان العربية التي تحولت إلى ساحات للتدخلات الإقليمية والدولية وملاذات للتنظيمات الإرهابية، يمثل مبعث قلق وانشغال عميق لنا جميعا، ويستوجب مزيد تضافر الجهود لوضع حد لحالة الفوضى والانفلات التي مفاتئة تتمدد مهددة الأمن والاستقرار في كامل المنطقة، ومخلفة دمارا لمقدرات بلداننا ومآس إنسانية لملايين الأشقاء بين قتلى وجرحى ومهجرين ولاجئين ومحاصرين. وفي هذا الإطار، فإن الوضع في ليبيا الشقيقة يستدعي مشاركتنا الفعلية لمواصلة الجهود وتكثيفها من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على استكمال بقية مراحل الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة وبناء مؤسسات الدولة وتفعيلها ودعم حكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها في وضع حد لمعاناة الشعب الليبي على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكينه من استعادة النسق الطبيعي لحياته في كنف الوفاق والوحدة، ومجابهة خطر الإرهاب الذي لا يقتصر على تهديد أمن ليبيا واستقرارها، بل أضحى يزعزع يوميا أمن دول الجوار ويستهدف كامل المنطقة. ومن منطلق الروابط الأخوية والتاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، فقد فتحت تونس أبوابها للأشقاء الليبيين ووفرت لهم أطر الحوار دون تدخل في شؤونهم، وحثتهم ولا زالت على تجاوز خلافاتهم وتغليب المصلحة العليا لبلادهم واعتماد الحوار والتوافق سبيلا للتوصل إلى تفاهمات بناءة بمشاركة كافة مكونات المشهد السياسي والاجتماعي، من شأنها تساهم في الاستقرار وتحفظ سيادة ليبيا ووحدتها. كما ساهمت تونس في إطار آلية دول الجوار في الدفع بهذا الاتجاه، واحتضنت اجتماعات لجنة الحوار السياسي بين الأطراف الليبية آخرها يومي 5 و6 سبتمبر 2016، وهو جهد يمليه علينا شعور الواجب تجاه الأشقاء وينبع من ثوابت سياستنا الخارجية. وبقدر ما ندعم ونقدر جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل الأزمة الليبية، فإننا نعتقد أن دورا عربيا فاعلا ومباشرا بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى. ومن هذا المنطلق سيكون الملف الليبي في مقدمة اهتمامات وأولويات تونس خلال رئاستها لهذه الدورة، ولن ندخر أي جهد لتفعيل الدور العربي في المساعدة على إخراج ليبيا من هذه الأزمة التي ما فتئت تستنزف مقدراتها وتهدد وحدتها وتماسك نسيجها الاجتماعي، فضلا عما يمثله تواصل هذه الأزمة من خطر على الأمن والاستقرار في كامل المنطقة. وبالنسبة إلى سوريا، فإننا نؤكد ضرورة تضافر جهودنا جميعا لإعادة الدور العربي من خلال الجامعة والإسهام الفاعل في إنجاح الحل السياسي الشامل الذي يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق أرضا وشعبا. فليس من المقبول استمرار الغياب العربي في هذا الملف الحيوي في ظل ما شهدته السنوات الماضية من دمار غير مسبوق للمدن والبنى التحتية، وما خلفته من آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين وملايين المهاجرين واللاجئين والمحاصرين من أبناء الشعب السوري الشقيق، وتعاظم لنشاطات عديد التنظيمات الإرهابية فضلا عن التدخلات الإقليمية والدولية. كما نؤكد ضرورة مزيد تضافر الجهود العربية والدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية للشعب السوري في مخيمات اللاجئين، مقدرين جهود الدول العربية الشقيقة المضيفة
وتلك المساهمة في تقديم المساعدات العاجلة للشعب السوري. كما ندعو إلى مواصلة من أجل وضع حد للأزمة في اليمن الشقيق، لوقف الأعمال القتالية واستئناف الحوار بين الأطراف اليمنية المعنية الذي ترعاه الأمم المتحدة وتستضيفه مشكورة دولة الكويت الشقيقة، بما يؤدي إلى تسوية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار وتحفظ وحدة بلاده وسيادتها. فبكل الاعتبارات الإنسانية لا يمكن القبول باستمرار معاناة الأشقاء في هذه البلدان في البحث عن مأوى آمن وحرمانها من أبسط الاحتياجات الحياتية أو المجازفة بأرواحهم وأبنائهم في قوارب الموت هربا من سعير الحروب العبثية التي تمزق بلدانهم ومجتمعاتهم نحو المجهول والشتات، ما يعرض كرامتهم الإنسانية للامتهان. ومن منطلق إيماننا الراسخ بأن نتجاوز هذه الأوضاع الإنسانية التي لا تحتمل المزيد من التأجيل يمر عبر إنجاح مسارات التسويات السياسية للأزمات القائمة، فإننا ندعو إلى ضرورة مزيد تنسيق جهودنا لاستعادة الدور العربي وتفعيله لتحقيق التقدم المطلوب في هذا الاتجاه بالتعاون مع الأطراف الدولية من خلال وضع تصورات عملية لتحركات عربية مشتركة فاعلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وباتجاه الأطراف المعنية مباشرة، غير أن فعالية هذه التحركات ونجاعتها تظل بطبيعة الحال مرتبطة بتوحيد مواقفنا وتعزيز تضامننا. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، لقد تفاقم خطر آفة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق من خلال تمدد التنظيمات الإرهابية وسيطرتها على مناطق شاسعة من الأراضي العربية وتطوير قدراتها التسليحية والتعبوية وموارد تمويلها، مستغلة اضطراب الأوضاع والأزمات القائمة. وباتت هذه الآفة المقيتة تستهدف أمن واستقرار كامل المنطقة العربية وتلحق الضرر الفادح بجالياتنا في مختلف مناطق العالم جراء العمليات الإرهابية المتسترة بالدين والدين منها براء. ولقد تعرضت تونس لعدد من العمليات الإرهابية الجبانة في محاولة لتقويض الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد الوطني وإرباك مسار الانتقال الديمقراطي، وتم التصدي لها وإحباط مخططات منفذيها بفضل جاهزية قواتنا الأمنية والعسكرية وخبرتها وتلاحم شعبنا ووعيه. وستبقى تونس بفضل مؤسساتها وشعبها وتمسكها بثوابت سياستها عصية على الإرهاب وكل أشكال التطرف. وإزاء هذا الخطر الكبير الذي يستهدف جميع بلداننا دون استثناء، يتوجب علينا مزيد تنسيق جهودنا وتكثيف تعاوننا من خلال تفعيل الاتفاقية الإقليمية والدولية للتصدي للإرهاب ووضع الاستراتيجيات الشاملة لاجتثاث هذه الآفة من جذورها وقطع مصادر دعمها وتمويلها وتسريع تسوية الأزمات وإنهاء الأوضاع المضطربة وحالة الانفلات والفوضى السائدة حاليا في منطقتنا، إلى جانب العمل على حماية شبابنا من تأثيرات تيارات التطرف والعنف وكل الأفكار التي تروج لها، وإبراز الصورة الحقيقية لديننا الحنيف وقيمه السمحة والتصدي للمحاولات الخبيثة التي تحاول ربط الإرهاب بالإسلام. أصحاب السمو والمعالي، إن أوضاعنا العربية دقيقة والتحديات والمخاطر كبيرة، ولا يمكننا مواجهتها بالشكل الإيجابي المطلوب ما لم نرتقي بأداء منظومة العمل العربي المشترك ونتقدم في مسار تطوير مؤسساته بما يفضي علينا مزيدا من النجاعة، وما لم نعمل جميعا من أجل جعل جامعة الدول العربية كيانا فاعلا وقادرا على استعادة زمام المبادرة والتعاطي مع مختلف قضايانا وأوضاع منطقتنا من موقع الفعل والدفاع عن المصالح العربية في المحافل الإقليمية والدولية بكل ثقة واقتدار. وفي هذا الإطار فإننا نثمن الجهود المبذولة إلى حد الآن من مختلف فرق العمل المكلفة بملف الإصلاح، وندعو إلى ضرورة تسريع واستكمال أعمالها
كما ندعو إلى مزيد تفعيل الإجراءات الكفيلة بدفع علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلداننا لأهمية ذلك في تعزيز التضامن والتقارب بيننا. وفي الختام نجدد عزمنا على بذل كل الجهد في خدمة قضايا ومصالح بلداننا، معولين في ذلك على كل الأشقاء وعلى خبرة معالي الأمين العام وحنكته وكل موظف الأمانة العامة، سائلين العلي القدير أن يوفقنا إلى ما فيه خير أمتنا وأن يسدد جهودنا لتجاوز الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها منطقتنا بما يعزز أمنها واستقرارها ويحقق ما ترنو إليه شعوبنا من ازدهار ورخاء. ومن واجبنا أن نثبت لشعوبنا وللعالم أن منظمتنا ذات التاريخ العريق جامعة فعلا تجمعنا ولا تفرقنا، وعربية في الصميم تخدم مصالح العرب وقضاياهم العادلة وتعمل على إعلاء شأنهم بين الأمم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أعطي الكلمة لمعالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط فليتفضل. شكرا سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، أصحاب المعالي الوزراء، السادة رؤساء الوفود، السيدات والسادة، في بداية حديثي أمامكم أتوجه بالتهنئة لكم جميعا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، آملا أن يحل العام القادم وشعوبنا في حال أفضل وأمتنا العربية في سلام وارتقاء بإذن الله. وأهنئك سيدي الرئيس بمناسبة تولي الجمهورية التونسية رئاسة هذه الدورة، متمنيا لكم التوفيق والسداد، كما أتوجه بعميق الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، الذي أدار دفة العمل العربي خلال ترأس بلاده للدورة السابقة بما هو معهود عنه من كفاءة وحنكة. السيد الرئيس، ليس خافيا على أحد خطورة الظرف الذي تمر به المنطقة العربية في هذه الآونة، وهو ظرف تاريخي بالمعنى الدقيق والشامل لهذه الكلمة. وبرغم ما توالى على الأمة عبر تاريخها الطويل من أيام صعبة، إلا أنه لم يحدث أن وجد المواطن العربي نفسه محاصرا ومروعا كما يجرى اليوم في بعض بلداننا. ويكفي أن نعرف بكل الأسف أن الوطن العربي يستأسر وحده بما يقرب من 40% من لاجئي العالم اليوم، لندرك عمق المأساة التي ألمت بنا وفداحة الوضع الذي نواجهه. إن قلوبنا يعتصرها الألم لمشاهد القتل والتشريد والخراب في سوريا، والذي لم يستثني الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ. وما من شك في أن استمرار هذه الأزمة بتكلفتها الإنسانية الفادحة يمثل وصمة في جبين الأمة ومصدر حزن لكل عربي غيور على مكانتها ومستقبلها في العالم. لقد بلغت الأزمة السورية حدا غير مسبوق من التعقيد والتداخل بين أطرافها، بحيث صار هذا البلد العربي العتيد العريق مسرحا لصراعات ومنافسات قوى خارجية لا تهمها المصلحة العربية بل مصالحها الذاتية، ولا تأخذ بعين الاعتبار ما يكابده الشعب السوري من معاناة هائلة. إن الواقع يقول أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، وأن أي حلول تفرض بواقع القوة بمنطق الإجبار لن يكتب لها الاستمرارية أو الدوام. ليس هناك سبيل للخروج من المأزق الحالي سوى بالتفاوض من أجل الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها الوطني، ويلبي في الوقت ذاته طموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة. ولا يقل أهمية عن ذلك أن تظل سوريا كما كانت دوما
ركنا ركينا في النظام العربي. إن عروبة سوريا صارت مسؤوليتنا جميعا، والتفريط فيها جريمة، والزود عنها فرض عين قومي وسياسي وإخلاقي. ولهذا فلا يستقيم أن تتوالى مبادرات للحل والوساطة في سوريا دون أن يكون بينها مبادرة عربية شاملة وتوافقية. يتعين علينا العمل سريعا من أجل استعادة وتنشيط وتفعيل الدور العربي الجماعي في الأزمة السورية. ليس منطقيا ولا سليما أن تظل الجامعة العربية هذه، وهي رمز إرادة الأمة ومحل تطلع شعوبها، بعيدة عما يجري في سوريا أو مستبعدة مما يدبر لمستقبلها. وهنا أتفق معكم سيادة الرئيس تماما. السيد الرئيس لا ينسى بيننا أحد أن فلسطين تظل قضية العرب الأولى. إن استمرار هذه القضية من دون أفق واضح المعالم لحل دائم وشامل وعادل سيظل أكبر عائق أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو أمر لن تنعكس تبعاته على الشعب الفلسطيني الصامت فحسب، وإنما على العالم أجمع. إن إسرائيل تمعن في انتهاكاتها المتواصلة وسياساتها الاستيطانية بصورة غير مسبوقة، وبهدف لا تخفيه حكومتها الحالية، وهو تقويض حل الدولتين والقضاء على أي أفق محتمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وطالما مشاهدينا الكرام سنتابع مرة أخرى كلمة الأمين العام للجامعة العربية، ولكن لارتباطنا بوعد سابق مع ضيفي السفير هاني خلاف لارتباطه بارتباط آخر يعني وتأخر اجتماعات الدورة 146، فسيتوجب عليه مغادرتنا. شكرا جزيلا سعادة السفير، وبطبيعة الحال يكون لنا لقاء آخر لنستفيد من هذه الخبرة سواء العربية أو تحديدا الليبية. احنا دخلنا بدري شوية. ايوه بس ما الحقيقة ما لحقناش ناخد من خبرة حضرتك. السفير هاني خلاف مندوب مصر الأسبق لدى الجامعة العربية، لنا لقاء قادم بإذن الله. شكرا. والآن عودة مشاهدينا الكرام لكلمة الأمين العام للجامعة العربية. فإن النظام الإقليمي كله يضطرب ويصيبه الضعف والاهتراء. لهذا أقول بعبارة واضحة إن شرعية النظام العربي كله ترتكز على شرعية دولة الوطنية، الدولة الوطنية التي تستحق الدفاع عنها. ليس في اليمن سوى حكومة واحدة، هي حكومة فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي. لن يحدث أبدا أن تمكن جماعة من الجماعات بقوة السلاح من السيطرة على هذا البلد العزيز الأبي. وأنني إذ أتوجه بالشكر للكويت على استضافتها لجولة المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، فإنني أدعو باسمكم جميعا جماعة الحوثيين وحلفائهم إلى احترام وقف إطلاق النار وفك الحصار على المناطق المحاصرة والعودة إلى طاولة التفاوض وفق المحددات التي اعتمدها اليمنيون أنفسهم والمدعومة دوليا وإقليميا، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وتعبر الجامعة العربية مجددا عن استعدادها الكامل للقيام بأية أدوار تطلب إليها من أجل الوساطة أو رعاية إجراءات بناء الثقة بين الأطراف لحل هذا النزاع وجلب السلام إلى ربوع اليمن حتى يعود سعيدا كما كان دوما. وسوف نطلب من دولة الكويت أن تسمح لوفد الجامعة العربية أن يشارك معكم في متابعة هذه المشاورات عند العودة إليها مرة أخرى. السيد الرئيس، ليس في ليبيا سوى حكومة شرعية واحدة، هي حكومة الوفاق الوطني. ويتعين علينا العمل بكل السبل من أجل تأمين التوافق اللازم لحصول هذه الحكومة على الثقة من مجلس النواب المعبر عن إرادة الشعب الليبي، وبما يعزز مسار التسوية الشاملة في ليبيا ويسمح
بتوجيه الجهود إلى استكمال المؤسسات الدستورية للدولة وبناء المؤسسات ونشر الأمن في جميع أنحاء البلاد. إن الكيان الدستوري للدولة الليبية المنشودة يستند إلى ركيزة تشريعية هي مجلس النواب المنتخب، وأخرى تنفيذية تمخضت عن اتفاق الصخيرات ديسمبر 2015 تتمثل في حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي. ولن تتمكن الدولة الليبية من النهوض بإحدى الركيزتين من دون الأخرى، وإنما تستقر الدولة وتترسخ دعائمها بتحقيق التوافق بين جناحيها التنفيذي والتشريعي. الشعب الليبي كله ينتظر من قياداته المنتخبة والتنفيذية عمل كل ما في وسعهم من أجل الوصول إلى هذا التوافق. وأكرر هنا مرة أخرى أن الجامعة العربية بما تتمتع به من ثقة لدى الشعب الليبي على أتم الاستعداد للقيام بأية أدوار توكل إليها في سبيل توحيد كلمة الأطراف الليبية ولم شمل الفرقاء، وستواصل الأمانة العامة متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس حول الشأن الليبي، بما في ذلك قيام الأمين العام بمواصلة اتصالاته ومشاوراته مع المبعوث الأممي، وربما من خلال مبعوث عربي أيضا ومختلف الأطراف الليبية ودول الجوار من أجل استكمال كافة الاستحقاقات التي نص عليها اتفاق الصخيرات. إن المرحلة التالية الحالية تتطلب منا تقديم كل دعم ممكن من أجل تدعيم القدرات العسكرية للدولة الليبية، ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نشيد بما أحرزته جهود حكومة الوفاق الوطني من تقدم في تحرير مدينة سرت من قبضة داعش، آملين أن تتطهر قريبا جميع مدننا العربية المنكوبة بهذا الوباء. إننا نرفض أن نترك مستقبلنا رهينة لقوى التطرف والتخلف واليأس، ولا نقبل أن ترتفع في أوطاننا رايات تعود بنا إلى الوراء قرونا. وفي هذا السياق فإن أنباء تحرير بعض المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في العراق تثلج صدورنا وتعطينا أملا في قدرة المجتمعات والدول على حماية مقدراتها وصيانة وجودها وكيانها الوطني الجامع. ونتمنى أن يتمكن العراق في أسرع وقت ممكن من استعادة المدن والبلدات التي اختطفها تنظيم داعش وأراق على ترابها دما زكيا لمواطنين أبرياء. إن استقرار العراق رهن باحترام دول المحيط الجغرافي لسيادته واستقلاله الوطني. ويقودني ذلك إلى الحديث بكل وضوح عن التدخلات الإيرانية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية. هذه التدخلات أفرزت اضطرابات واحتقانات طائفية وصراعات مذهبية في عدد من البلدان العربية التي لم يعرف بعضها هذا النوع من الصراع والتأزم الطائفي من قبل. إنها تدخلات تجافي مبدأ حسن الجوار وتخلق مناخا من العداء له سيكون له انعكاسات بالغة الخطورة على العلاقة بين الشعوب سواء اليوم أو في المستقبل. من هذا المنطلق فإننا نطالب دول الجوار الإقليمي باحترام سيادة الدول العربية واستقلالها والتوقف عن العبث في الكيانات الوطنية أو تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. السيد الرئيس، تظل أمانة الجامعة هي الوعاء الحاضن لكل مسارات العمل العربي المشترك، وما زلت بعد قرابة 70 يوما على تشرفي بتولي المسؤولية أعتقد أن الجامعة بحاجة إلى حزمة من التغيرات الهيكلية ومبادرات التطوير وتجويد الأداء لكي يكونوا في مستوى توقعات الحكومات وعلى قدر تطلعات الشعوب. وأعدكم أن أباشر هذا الجهد نحو التطوير بإخلاص كامل وحماس لا يفتر،
وأتطلع في نفس الوقت أن تتوفر في أقرب أجل ممكن الموارد المالية اللازمة للمضي قدما بهذا الجهد إلى غايته المنشودة، وحتى ترى مبادرات التغيير والتطوير النور ولا تظل حبيسة الأدراج أو مجرد حبر على ورق. وختاما أتمنى لأعمال هذا المجلس النجاح والسداد، وفقنا الله جميعا إلى ما فيه خير الأمة ونفعها. شكرا سيادة الرئيس. أشكر معالي الأمين العام على كلمته الضافية، وأعطي الكلمة الآن إلى سعادة السفير أحمد قطان رئيس وفد المملكة العربية السعودية، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لوزراء الخارجية ورؤساء الوفود الذين أعربوا في الاجتماع التشاوري عن إدانتهم واستنكارهم للتصريحات البذيئة والتحريضية والمشينة التي صدرت ممن يسمى علي خامنئي، وموافقتهم على إصدار بيان إدانة لتلك التصريحات. وإنني على ثقة مطلقة من أن هذا الصياح والسباب لن يصل إلى السماء، وقافلة المملكة سوف تسير في طريقها ولا تلتفت أبدا إلى الوراء، وسوف تبقى المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أعزه الله، هي الوحيدة المختصة بتنظيم أمور الحج وخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وأمنهم ليؤدوا شعائرا بكل يسر وطمأنينة دون أي تدخلات خارجية. وسوف تبقى المملكة كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذن الله. وكان من الممكن أن نرد الصاع صاعين والكلمة بالكلمة والسبة بالسبة، ولكن أخلاقنا وتعاليم ديننا الحنيف تمنعنا من ذلك، ووجدنا أنه من الخير عدم إجابته بنفس الأسلوب البذيء الذي تطاول به على القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، لأننا إذا كلمناه فقد فرجنا عنه، وإن خليناه فسوف يموت كمدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. الآن أدعو السيد بيير كريمبول المفوض العام لوكالة الأنروا لإلقاء كلمته، فليتفضل. Mr. President, Mr. Secretary General, Excellencies, it is a special honor to be invited to this important meeting of the League of Arab States, and I would like to express my sincere gratitude to the President, His Excellency Mr. Khamis Al-Jahnawi, and the Secretary General, His Excellency Mr. Ahmad Abulghait, for the opportunity to address this most distinguished gathering of the League's Council of Foreign Ministers. I stand before you with an urgent and simple message: the necessity to keep alive hope and dignity for Palestine refugees. If you had an opportunity to list all the important developments and achievements of the Arab world since the end of World War II, what would you list? The nationalization of the Suez Canal, the end of colonial rule and the pride that comes with independence, the establishment of the League of Arab States itself, economic, industrial, technological, and social developments, and many other transformations that have taken place. But throughout that entire period, Excellencies, Palestine refugees have remained refugees. UNRWA is a witness to their historic injustice and has a responsibility to sound the alarm on behalf of a refugee community that is sinking into the abyss under our very watch. And yet, time and time again, I am confronted with the question of why the world should care about the fate of Palestine refugees when there are so many more pressing issues to deal with. Well, the world should do so because the conditions facing 5.3 million Palestine refugees
are now worse than at any time since the Nakba, because the absence of political horizon is draining them of their resolve and creativity. Because 50 years of occupation and 10 years of blockade in Palestine are etched in the cruelest of ways into the soul and identity of the refugee community. But maybe even more importantly, because a young generation of Palestine refugees is growing up, which is losing faith in politics and diplomacy. In the West Bank and Gaza, most young people today were born after the Oslo Peace Agreement. They were told by the world that if you choose a path of moderation, there will be justice served. But it was not. Because in Syria, young Palestine refugees, displaced, dispossessed, and desperate, now understand deep in their hearts what their parents and grandparents experienced in 1948 and 1967. Because once the dust has settled from the crisis of the region, and settle it ultimately will, the scars of Gaza, Hebron, East Jerusalem, and Nablus, as well as the pain and suffering of Ain el-Helwe, Nar el-Bared and Yarmouk, and many others, and the abuse and despair of Palestine refugees will continue to stare the world in the face and with greater intensity than ever. The risks of radicalization of isolated and desperate young people are huge. Extremists are on the constant outlook for new recruits. In fact, I'm impressed by how few young Palestinians have answered their calls. But if nothing is done, that may well change. We have a collective responsibility to protect Palestine refugees from such risks and temptations. And therefore, yes, I am convinced that renewed attention to Palestine refugees and Palestine refugee youth is urgent. It is a matter of humanity. But it is also a real investment in the stability of many areas of the Middle East. Overlooking that is a risk the League of Arab States and UN member states should not be taking. UNRWA is making a difference in its own way through quality education that gives youth a much better chance to build future livelihoods. Of course, nothing is more important, Excellencies, than recreating the essential political horizon, without which there will be no just and lasting solution for Palestine refugees. And no less important is the dignity and respect offered by education, healthcare, and support to lift the most vulnerable out of poverty. As I have said to many of our partners, including in Western capitals, we can close our eyes on the denial of dignity and rights of Palestine refugees today. But when we open them in a few years from now, it will only be worse, more dramatic, and more dangerous down the road. And the pressure on host countries and UNRWA will have further intensified. Therefore, I also come to you to appeal for your robust political and financial support to UNRWA. I wholeheartedly thank our host countries, Palestine, Jordan, Lebanon, Syria, and Egypt, for their hospitality and generous support. And I thank our key donors represented here. But our situation is once again critical, with a current shortfall of $96.5 million. An hour ago, I addressed an extraordinary meeting of UNRWA's Advisory Commission, and I was very explicit in lamenting the lack of collective global donor mobilization, despite UNRWA's robust and decisive internal measures to reduce and control costs. I am acutely aware that for specific historic reasons, Arab states have long approached the humanitarian needs of Palestine refugees as a responsibility to be carried out by Western donors.
This is especially the case with our agency's core operating budget. But I must be clear here. قضيتي الأهم فإن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب أن نسلك نهجا جديدا، واسمحوا لي بأن أشير في هذا الصدد إلى دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لمساعدتنا على مواجهة الحجز الذي نواجهه، واسمحوا لي بأن أوجه نداء ضرورة تجديد هذا السخاء، وإنني أتشاور باستمرار مع سويسرا والسويد والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا لمساعدتنا في هذا المجال. وفيما بعد 2016 فإننا بحاجة إلى مزيد من الآليات والوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الترتيبات التي أشرت إليها، وليس من مصلحة أحد استمرار هذه الأوضاع في مثل هذه المنطقة التي لا تستطيع أن تتحمل المزيد من هذه المحن. ولقد حاولنا أن نبحث مع البنك الدولي الحصول على مساعدات استئمانية تسمح لنا بالمضي قدما في برنامجنا في ظل الميزانية المخصصة لذلك. وأود بكل تواضع أن أطلب إلى الدول الأعضاء أن تساندنا من خلال بعثاتها في نيويورك، أن تقدم على مبادرة مهمة في هذا الصدد. سيد الرئيس، لم يشعر اللاجئون الفلسطينيون يوما بعزلتهم بمثل ما يشعرون به اليوم، ولم يتعرض اللاجئون الفلسطينيون لمثل هذا الضغوط التي يتعرضون لها اليوم. وفي هذا الصدد فإن على الدول العربية دورا بالغ الأهمية من أجل مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على التغلب من على هذا الوضع الحرج، وإنني أدعو الجميع أن للعمل معا للحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وشكرا لكم. أشكر السيد بيير كريمبول على كلمته وعلى الدور الهام الذي تقوم به الأونروا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وأعلن الآن رفع الجلسة الافتتاحية، وسنعود لاستئناف أعمالنا في الجلسة الأولى على الساعة 4 بعد الظهر. شكراً.